حصل لي حاجة غريبة. ايه اللي حصل؟ وانا راجعة من المدرسة لقيت واحد كده طويل وبيقول لي ايه، تعالي انا اعرف ماما وبابا، تعالي اوديكي ليهم. قلت له لا بس انا ما اعرفكش. قال لي تعالي، ده انا معايا حاجات حلوة كتير قوي، معايا شوكولاتة ومعايا حاجات حلوة كتير قوي ليكي، تعالي هديهالك. قلت له لا انا ما اعرفكش، طالما انا مش عارفاك مش هاجي معاك في اي حته، ابعد عني ابعد عني، مالكش دعوه بيا. وصرخت يا ماما بصوت عالي والناس اتلمت، بصيت لقيته جري واختفى. برافو عليكي، شطوره شطوره يا مرمر. ايوه كده، مش انا قايله لك اي حد ما تعرفوش اوعي تكلميه. ايوه تمشي معاه. برافو عليكي، انا عملت زي ما انت قلتي لي، شطوره. انت كنت موعياني وقلتي لي ما تمشيش مع حد ما تعرفهوش، وانا عملت زي ما انت قلتي لي بالظبط يا ماما. واديني جيت قلت لك اهو، مش انت قلتي لي لما تحصل اي حاجه معاكي في المدرسه تيجي تقولي لي على طول؟ برافو، احنا صحاب مش كده يا مرمر؟ اه طبعا يا ماما احنا صحاب قوي. برافو عليكي، انا مبسوطه منك خالص. ايوه كده، البنانيت الحلوه. برافو، يعني انا كده حلوه يا ماما؟ شطوره خالص. سقفي لي بقى. برافو، احنا كلنا هنسقف لكم. مش انتوا اللي هتسقفوا، احنا كلنا هنسقف لكم. طبعا احنا عايزين نقول اتفضلي. الحاجات اللي زي دي يبقى حد عاوز يخطفك او حاجه. برافو عليك، جدع رحيق. اللي حد يقول لك تعالي بس هجيب لك حاجه حلوه، طب تعالي بس تعالي اجيب لك شوكولاته، ده معناه اللي هو هيخطفك وهتركبي معاه. ما تسمعش كلامه خالص. لا ما لازم ما تسمعيش كلامه، لان ده لازم هيخطفك. طالما لو قال لك كده انت تبقى لازم صوتي لما تجري. برافو، عرفي صوتي لما تدوخيه. لما تدوخيه وتستخبي عند اي حد. لا يعني تهرب منه، يعني تهرب. انت قصدك تهربي منه؟ نجري منه او تستخبي، يعني مثلا ورا اي حاجه. اي حاجه ممكن. بصي اي حاجه في المدرسه اسهل بقى اعمل ايه؟ اني اصرخ واقول لا. ده اللي عايزين نعلمه لكل اصحابنا النهارده، ان محدش يخاف من اي حد في الشارع، اعلي صوتي وابقى جريئه. عارفه اللي بيضايقني في الشارع ده؟ ده جبان جدا، مجرد ما يسمع صوتك عالي هتبص تلاقيه جري واختفى. طب احنا ممكن نرحب بيك ولا ايه القصه؟ أطبعاً. انا شايف ان انتوا اندمجتوا كده يعني، وانا بصراحه خرجت بره القعده، انا عايز ادخل في القعده الحلوه. طبعا اولا انتوا نورتونا. ربنا يخليك. شكرا. ماشي، اتفضلي. ميرسي يا حبيبه قلبي. ميرسي. ايه ده؟ ميرسي، اوعي تكون تتحرش. شكرا يا حبيبه قلبي. شكرا يا حبيبه قلبي. تحرمش بس ده كتير، انتوا كده ولا كتير ولا حاجه. ما انت هتدفع تم. انا عندي يعني، انا عندي هنحاسب في الاخر يعني. والقهوه ايه؟ مش هحاسب. لا لا هيحاسبوا عليك. لا انت اللي هتتحاسب. طيب خلاص، اتفضل. الفستان. المهم ان في الاخر احنا هندفع على مقلك. طيب انا عايز بس اقول لكم حاجه. انتوا طبعا قلتوا لي بره احنا هنتكلم مع رحيق عشان نعرف هنقول ايه وبتاع. قلت لكم ايه لو فاكرين؟ ان احنا هنوعي كل الولاد. لا، غير التوعيه. لما بتقولوا احنا عشان الاسئله اللي هنقولها والاجابات. احنا مش هنحضر حاجه معينه. ايوه استنى بس، عشان الكلام ده مهم عشانك والله. انا بكلمهم على حاجات مهمه. ايوه طب ما هم بيردوا اهو. احنا نسمعه انت وهو، اديله فرصته يعني. شوفي الضيوف جايه وسلك بينا. اتفضل. هو الواحد اللي زي ده يعني المفروض يحترمك لانه يعتبرك زي بنته كده. انت قصدك تقولي على الاطفال ان المفروض اللي بيضايقني في الشارع دوت المفروض يعتبرك كاني بنته او مامته او اخته، مش هيضايقني، صح كده؟ يعتبر ان انت بنته او حاجه زي كده. أيوة. او بنت اخته كده. بس بصي رحيق، مش كل الناس كده، في ناس كويسه وناس مش كويسه. يعني في ناس لو انت حد من قرايبك ماشي وانت وفي حد بيجري وراكي، انت هتعملي ايه؟ حد من قرايبي هقول له الحقني. الحقي طبعا. حد من قرايبي يلحقك على طول. الحقني طبعا، واجب عليه. ده لو ما عملش كده يبقى مش قريب. كمان في ناس كتير واقفه كده، واقفه عامله كده. ايوه، واقفين عاملين كده سمال، معناهم اللي هم كده بيمشوا ورا واحده
وعاوز يعكسها. ايوه دي واحده قد امك. برافو. صح، واحده قد امك. انت بصي يا رحيق، بصي له للكاميرا قول له انت بتعكسها دي قد امك. هي كمان قصدها تقول ان شكله مريب، يعني بيبان عليه ان هو عايز يضايقني، فانا ببقى طبعا فاهمه لان هي كويس ان هي خدت بالها. طبعا واخده بالها، هي شاطره. برافو عليك. اصلي في حاجه نازله على الفيس هي برضو بتحرش، واحد بيعكس واحده. الحادثه المشهوره اللي لسه من كام يوم، اللي هو الراجل الكبير اللي هو خد الطفله. أيوة. الصغيره. ايوه عارفه. قال لها ايه؟ هي بتبيع مناديل في الشارع، قال لها تعالى انا هشتري منك كل المناديل اللي معاكي دي. وهي عبيطه بقى مش فاهمه، راحت وراه. انا شفت في كده فيلم عن محمد الجبل، فاهم؟ ده كان معناه هما عيله، عيله واحده. هو معناه محمود ده كان ماشي في العربيه. طب انا معلش يا رحيق، انا هستاذنك اسيبكم مع بعضكم بقى. ما خلاص لا لا انا لا والله انا ده كلام ستات بقى. انا ما لا انا هطلع هسيبكم انتوا مع بعضكم تكملوا. لا نخلي بركات نخليه. اخد بس اخد البنوته وهي ماسكه ايد مامتها، قال لها تعالي تعالي هجيب لك حاجه حلوه تعالي. في الاخر وهي مع مامتها هي لحقتها. بالذات الحاجات اللي زي دي اصلا تبقى خطر. برافو. يعني مثلا الواحده اللي واقفه تتكلم في التليفون المفروض يعني تبقى واخده بالها من بنتها، عشان لو اي عليك. حاجه حصلت ما ينفعش تسيبها في المود ده. ما تتشغلش عنها. شاطره. يعني ممكن تقفل اي حد يتكلم التليفون دلوقتي وتخليها مع بنتها. الحاجات اللي تبقى زحمه اللي زي دي بالذات لا، بالذات انا وماما رحنا شارع قبل كده كنت خايفه عليها وماسكه ايديها جامد وخايفه على اخواتي. برافو عليكي. عارفه احنا كده بنقول ايه بقى؟ والحته دي زحمه جدا والمول زاحم كده كتير وفيها ناس وحشه. عارفه احنا كده بنقول ايه بقى؟ ان كل ام لازم تخلي بالها من ولادها وتوعيهم بحاجات كتير. يعني المفروض اي واحده لو انت مثلا رايحه المدرسه الصبح في واحد عكسك، المفروض مامتك تبقى ماشيه معاكي. طب افرض ماما مش معايا اتصرف ازاي واعمل ايه؟ طب ممكن لو انت معاكي إيه؟ موبايل. عارفين عارفه بقى احنا عايزين نتعلم النهارده كل الاطفال. انت شاطره وعي. هنعلمهم ثلاث حاجات. عارفه ايه هما؟ اول حاجه لو حد ضايقني في الشارع هصرخ واقول لا بعلو حسي كله، ما تكسفش. فاهمه؟ يعني زي لا لا وما خافش. المفروض هو اللي يخاف. مالكش دعوه بيا. لا لا وما خافش. لا انا ما اتكلمش معاه اصلا. انا هصرخ. انا اجري وما اقفش اتكلم معاه. انا لو الحاجات اللي واحد بيجري ورايا ده دوخه في الشارع عشان خاطر وبعد كده انا اجري. بعد كده انا اجري وامشي. وبعد كده اجري. برافو عليكي. تاني حاجه اول حاجه هصرخ واقول لا. اجري اجري لحد ما اجري. تالت حاجة هروح لمين؟ لماما. اخبر برافو. ماما عشان ماما هي اللي هتجيب لي حقي. وممكن ساعتها اقول لبابا. وممكن اقول لبابا عشان بابا برضو هيعرف يجيب لي حقي. لا بس بابا مش اكتر. مش كده؟ بابا اكتر. بابا او ماما. بس عشان خاطر احنا لو احنا كنا معانا موبايل كنت زماني انا عرفت اعمل حاجة. تعملي ايه؟ كنت اقعد اصوت. طب معلش بقى ايه دي صلاه على النبي منار. نطلع فاصل عشان اشوفها ازاي تخليني اطلع كده من الحلقه. نطلع فاصل ونرجع لكم. هي مستقصداه بعد دقيقتين. انا عايد لك بقى. يلا يلا يا رحيق رجعي. ها رجع معاكم. بتبلع. رجعنا لكم بعد دقيقتين بس للاسف رحيق كانت بتعمل حاجه كده مش عايزين نقول عليها. طيب رجعنا لكم بعد دقيقتين. لسه فاكره يا اختي؟ خليكي في اللي انت بتاكليه ربنا يهديكي. انت بتحبي الشوكولاته يا رحيق؟ جدا جدا جدا. طب لو خلينا في موضوعنا. ما هو الموضوع بتاع الشوكولاته. انا دلوقتي لو انا حد قابلني قبلك في الشارع راجل كده وقال لك ايه انا صاحب بابا، انا ايه رايك؟ انا عارف انك بتحبي الشوكولاته وجبت لك شوكولاته بس تعالي معايا تعالي خديها. لا تعملي ايه؟ يبقى هو في حاطط لي فيها منيم. منيم 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 طبعا. ايوه برافو عليك. هو اسمه منيم؟ برافو عليك. لا مش منيم،
منوم. عارفه يا رحيق، احنا عايزين كل البنات اللي بيسمعونا دلوقتي وبيشوفونا يبقوا حلوين كده وشاطرين زيك. المفروض يشوفوا الاخبار دي عشان خاطر ما يشوفوش يعرفوا اي حد ويجري. ايوه برافو عليكي. وبعدين مش اي حد يغرينا باي حاجه. انا ماما بتجيب لي شوكولاته، لو مثلا وبابا بيجيب لي، لو صاحب بابا نعرفه قوي 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 اكيد طبعا اركب معايا واخد منه الشوكولاته. شاطره. لو صاحب بابا لو واحد ما يعرفكيش وقال لك تعالي انا عارف ماما وبابا اكيد طبعا تعالى وديكي اصوت واجري. تعالى وديكي لبابا وماما هتعملي ايه؟ اصوت واجري. برافو عليكي. اصوت واجري عشان انا عارفه لان ده غلط يا جماعه. انا ماليش لازمه في القعده. لا لا والله انا حاسسها. انا حاسسها. استنى بس ايه يا انا لا اسمح لك بهذا الاسلوب. لا اسمح لك. في حاجه مهمه قوي. اي لو اسكت ماشي. لو راجل بتاع الايس كريم وقال لك خدي عسل، خدي تعالي خدي ايس كريم دي مني، انا بحب الايس كريم قوي هروح اكل ايس كريم. لو حد قال لك بتاع ايس كريم تعالي عسل تعالي عسل خدي ايس كريم دي مني وتعالي اركبي معايا، طب اكيد طبعا هقول له لا ما اسمحش. طب واللي بيحب الايس كريم قوي وعايز يروح يعمل ايه؟ اكيد طبعا لا لازم مامته تبقى معايا. شاطره. معرفش ما ينفعش اخرج لوحدي، لازم ماما او بابا او اخواتي الكبار يبقوا معايا، صح كده؟ يا اخواتي او حد من اخواتي. برافو عليكي. ندي بقى فرصه لبركات عشان الاستاذ بركات يتكلم معانا. اتفضل. ولا ايه رايك؟ اتفضل. شكرا. لا اتفضل، احنا مدينك الفرصه. انا مقموس. انا مش هتكلم اقصد. ما اتفضلي انت. نصلحه بقى. انتوا اتكلموا يا جماعه. انا ما... لا انا عارفه ايه اللي بيصلح. ايه اللي بيصلحني بقى؟ كده بس خلاص. صلحتك خلاص. الله يسامحك. صلحتك خلاص. احنا كده بنتصرح على فكره. من على فركه. بس على فكره عايزه اقول لك حاجه بقى، في امهات مش بتبقى عارفه كويس ازاي تقول لاولادها يحموا نفسهم. على فكره ساعات في امهات قبل ما حد يمشي على المدرسه تقول له خلي بالك خلي بالك، وساعات في امهات اللي هي تبقى نايمه تقول له ما امشي انت ما انا هبقى انا لسه نايمه ما قامتش. او انا بقى ارجع اجي اخنك من المدرسه. طيب حضرتك تردي على فعلا في فئات كتير كده ترد عليهم في النقطه دي ازاي؟ في فعلا امهات ما بتهتمش، نايمه وسايبه ابنها او بنتها. انا حضرتك مش هتقولي السؤال وتقولي الاجابه، سيبي الاستاذه هي اللي تقول الاجابه. فرصه يا ريحه. قلت السؤال بس معاها بقى اللي راح تقول. اتفضلي. احنا الاثنين ما نتكلمش. مش هنتكلم. بس كده ادونا فرصتنا. لا لا اتكلمي بس استنيني. ادونا فرصتنا. اتفضلي يا وفاء. المفروض ايه؟ المفروض ماما بتقوم طبعا بتحضر لي فطار، واهم حاجه ان انا افطر الصبح طبعا. الفطار ده مهم جدا، ومهم ايه؟ ان انا اشرب لبن، او ممكن اشرب الشاي بلبن بتاعي. انا عايزها هي تتكلم يا فنانه. يا اصغر اعلاميه في مصر تديني تشربي لبن. بتحبي اللبن يا رحيم؟ بتحبي اللبن؟ برافو. استني بس انا عايزك انت تتكلمي. برافو عليك. خليها تتكلم شويه. ممكن ما تقطعهاش في ايه؟ بصي يا رحيق، عايزه اقول لك حاجه. بصي المفروض من في اتيكيت، في حاجه اسمها اتيكيت صح؟ انت عارفه الاتيكيت؟ طبعا. لما يجي مثلا المانجا اللي باللعنة. لا اسلوب كده في الكلام. يعني انا دلوقتي بنتكلم صح؟ انا بتكلم، المفروض انت تعملي ايه؟ اسمعي. تسمعي صح؟ صح؟ لما انت تتكلمي برضو المفروض انا اسمع، مش كده؟ دلوقتي انا بتكلم مين يسمع؟ احنا الثلاثه نسمع. انتوا تتكلموا وانا اللي بسمع. احنا هنسمعك. لا احنا الثلاثه عشان لما تتكلمي بقى نروح كلنا ساكتين عشان نسمع رحيق. تمام تمام يا رحيق. ما نتكلم ولا نعمل كلوب اميه. ما لا نتكلم يا فنانه. هي يلا يا وفاء. تمام بقى. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ نرجع لموضوعنا تاني. بنقول الصبح ماما المفروض تقوم بتحضر لنا فطارنا، مش كده؟ تمام. والمفروض افطر، احنا قلنا لازم نشرب اللبن، اللبن اساسي. انت بتحب اللبن يا رحيق؟ بحب اللبن. برافو. نقول لاصحابنا بقى، نقول لاصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. نقول لاصحابنا بقى اللي بيتفرجوا دلوقتي علينا لازم نشرب اللبن الصبح. برافو. بيعمل ايه اللبن؟ بيقوي عضلاتنا، بيدينا كالسيوم. انا عندي عضلات. بعد كده حتى لما اقع مثلا اتشنكلت او وقعت او حاجه ما تكسرش، انا عندي ايه؟ عضلات، صح كده؟ يبقى اللبن مهم قوي. ماما هتفطرنا وبعد كده نروح المدرسه صح؟
وانا في المدرسه بقى المفروض قبل ما اخرج المفروض ماما تعمل ايه؟ تديني حضن ايه؟ حضن كبير قوي قوي، صح كده؟ صح. الحضن مهم ولا لا؟ انت بتحبي الحضن قوي؟ طبعا. صح؟ لا ده قبل ما امشي من المدرسه. حلو. حتى وانا نازله. طيب انا هسالك سؤال، ايه رايك في البوس؟ حلو. حلو. يا طب لو حد بقى التحرش ده فيها. طب لو حد بقى لو حد جه قال لك بقى ماشي ماما، ما انا انت لاحظت ان انت بتعملها كده وانت صغير. لا هي شاطره، هي شاطره بتقول ماما، يعني ماما هي اللي تبوسني، بابا يعني يبوسني، مش اي حد. برافو عليك. طب ينفع حد يبوسني من بقي؟ لا طبعا ماما. لا طبعا صح. ماما لو هتبوس بس المفروض برضو ما تبوس من بقي قوي، يعني انا في خده في قرطي من بعيد لبعيد عشان كورونا كمان صح دلوقتي. بس دي ماما. ماما اه، لكن اي حد تاني من بره، لا خاله وعمه، ابن خاله ابن عمه، اي حد في العيله حابب يبوسني من بقي اعمل ايه؟ لا ده غلط طبعا. لا بمسح بقي في ساعه. لا لا غلط ان انا اقول له بعيد لبعيد ما ينفعش تبوسني من بقي، صح كده؟ يبقى دي المفروض اعمل اقول لاصحابي بقى اعرفهم يا صحابي المفروض اي حد حابب يبوسني من بقي لا دي منطقه خطر ما ينفعش. اقول لك حاجه، لو حد حايب يعني جسمي ده اي حد ممكن يشوفه كده ولا ده جسمي ملكي انا؟ لا ده ملكي انا، ملكي انا طبعا. ما ينفعش حد في حاجات حاجة في حاجات ممكن تبين، يعني عينيا باينه، وشي باين، جسمي كده وانا لابسه لبسي باين، لكن في حاجات مدريه خصوصيه بتاعتي. في حاجه مدريه من الحاجات دي خاصه بيا انا. في حاجات خاصه بقى. ايه هي بقى يا رحيق؟ يا رحيق ايه هي الحاجات بقى الخاصه اللي مش المفروض حد يشوفها غيري انا بس او ماما؟ او ماما لو لسه بيبي وبتخش معايا الحمام. لا ماما شاور. مامي عادي. مامي عادي. لما اي حد لا اي. طب لو اختي لا. لو اختي عايزه تخش معايا الحمام ينفع؟ لا. عادي ما هي اختي يا مس وفاء. لا لا ما ينفعش. لا انا شايفه عادي. لا اصل ايه؟ برافو عليكي يا رحيق. لا رحيق بتقول لا شطر. شطوره برافو. نقول لاصحابنا يا ريت كل يا اصحابي الولاد اللي بيسمعونا يبقوا زيك يا رحيق. طيب لو حد من اخواتي عايز قلنا لا سواء اختي او اخويا صح كده؟ طب اوضتي باب اوضتي مش انا عندي خصوصيه في اوضتي؟ مش ليا اوضه؟ ينفع بقى انا قافله باب الاوضه وحد يخش على طول كده وانا بغير هدومي؟ ينفع اخرج من الحمام وانا لسه ما لبستش هدومي الداخليه؟ لا طبعا ما ينفعش خالص، لازم يبقى ليا خصوصيه عشان في مناطق في جسمي بس انا الوحيده اللي انا اشوفها. زي ايه بقى يا رحيق؟ انا حاسه لسه بتعملي قرنيه. لا 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 على فكره مش بيعمل ده، مبسوط بيكي على فكره. مش بيعمل لك حاجه، مبسوط خالص. بصي بيضحك. واضح طبعا. واضح. يعني انا 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 من ساعه ما بدات الحلقه ما قلتش غير 8 كلمات وحرف بس. اتفضلوا كملوا هي حلقه كريمه. ما ممكن انه هي المذيعه والمخرج في نفس الوقت. ما انت مالك ومالس انت انا هتخانق معاك على الهواء. انت مالك ومالي؟ ركزي في الموضوع بتاعك يا ست، ربنا يوفقك. على فكره هي هربت من السؤال. قال لي السماعه. حتى لما انت بتقولي السماعه مش هنا عليك تخلينا اتكلم. ايه يعني. راح يكرب مش هاجي. اتفضلي. مش هاجي. انت هربتي من السؤال على فكره. بقول لك ايه المناطق اللي المفروض ما حدش يشوفها غيري في جسمي؟ اكيد لازم انا لوحدي ما حدش يشوفها. صح. مثلا زي ايه بقى في جسمي؟ اختي لا طبعا. لا انا بقول المناطق اللي في جسمي المفروض حدش يشوفها غيري. برافو. وحاجات وهنا مكان الايه المايو صح؟ مكان المايو. مكان المايو صح. الحاجات دي لازم محدش يشوفها غيري لوحدي صح كده؟ وماما ممكن ماما تخش معايا الحمام ممكن وانا بغير صح كده؟ دي ممكن. طب ما ممكن لما بروح للدكتور الدكتور برضو بيشوف يكشف عليا. بس لازم ده صح ولا غلط؟ لازم يا مريم يكون لازم معايا ماما او بابا. يعني ما بقاش لوحدي؟ لا لازم ماما او بابا. ماما معي. او بابا اي حد معايا عند الدكتور بيكشف بس تكون ماما وبابا واي حد تاني لا لا, لا ما ينفعش خالص. لا. معلش بقى لازمتها ايه بقى اللي انا وقفت بره معاك وعملت فيها المخرج العالمي نجم مصر بركه مصر بركات كله قعدنا نحط قواعد ونقول هنتكلم هنا انا ما اتكلمتش خالص. لا اتكلم. طيب لا احنا عايزين نديله فرصته. اكاديميه يعني ايه اكاديميه بس؟ اكاديميه بس. اكاديميه بس يعني ماليش حق اتكلم. لا لا يتكلم. لا لا نديله فرصه. هو المخرج. بصي يا رحيق مش هو راجل؟
هو اللي جايبها. المتحرشين دول بيبقى رجاله؟ لا نديله فرصه، نديله فرصه يتكلم. لا تقعد. لا ما تخافيش، ده تبع القريب. ده انت بتعكسي بره. لا مش متعكسه. لا لا مش متعكسه. هو عارفك وبيعكسني بره. لا وبحضنك وبابوسك. لا لا خلاص وقعوا بينا، وقعوا بينا، وقعوا بينا. لا لا احنا عايزين محبه بينك وبين لا 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 عايزين، احنا جايين في المحبه بتاعتنا شد الشعر بس. برافو. جايين وسط خير. اه هو ضرب بس يا جماعه. احنا وسط خير بس. اه واضح منورين. يلا نتكلم. في حاجه صغيره اتفضلي قولي حبيبي. احنا هنسمع اهو عشان انت بتتكلمي، احنا سامعين. هو في حاجه، في ناس كتير تبقى وحشه جدا. ايوه التحرش. ايوه معناه اللي واحد كده اصلا عاوز يأذيها. برافو. عاوز يأذيها، عاوز مامتها تموتها في ايديها. مامتها تموتها في ايديها؟ تضربها. تموتها هي؟ تضربها. لا ليه؟ هي تضربها. انا هترجمها. هترجمها. هو فاهم معناه ان في ناس بيبقوا عايزين يأذوا البنات عشان اهلهم يضربوهم. فهمت؟ يضربوا البنات يعني. يعني هو مثلا حد اتحرج بواحده فمامتها تروح ماسكاها بقى ضربها عشان هو اتحرج بيها ويأذيها. طب هي مالهاش ذنب؟ هي ليها ذنب يا رحيم؟ لا طبعا مالهاش ذنب هي. ما. هي بصي هو اللي غلطان. اللي فاكره، اللي فاكره اللي هي عامله كده هو اللي بيعمل كده. صح. يعني هو السبب. يعني احنا مالناش ذنب خالص. برافو عليكي. لازم تبقى انت واثقه ان انت يعني مثلا بركات اتحرج بيها. يا حرام. هادي هادي ربنا يستر. ده احنا على الهوا على فكره يعني. يا رب تجيبي له مصيبه رسمي. مصيبه رسمي على لا 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 هو مش عاكسني. خليها عاكسني. خليها عاكسني. ماشي. وانا قلت له ارقل ده، ده ايه ده؟ هي ايه الرجاله بتاعت اليومين دول؟ ايوه ايوه ايوه. انت المفروض تحترم نفسك يعني. انا قد بنتك يعني. صح صح. او قد امك. لا لا قد امك دي وسعت بنتك كبيره. انا قد مامتك. مامتك رقتها شويه. قد مامتك لوحدها. قد مامتك. طيب انا عايز بس اسالك على حاجه. يعني ايه الرجاله بتاع اليومين دول؟ يعني هو في ناس كويسه وفي ناس مش كويسه. ايوه كده. بس طب ما تقولي كده، هو ايه اللي الرجاله بتاع اليومين دول؟ قولي في رجاله كويسين ورجاله مش كويسين. ورجاله الكويسين اكتر، بس اللي مش كويسين شويه قليلين. بس كده. صح كده. كده سهلنا الامور عليكي. مبسوطه يا فنانه؟ ارض محايده لحد بعد الحلقه. أيوة. عشان والله هكلم. بصي سلم عليك. دي لمسه ايه؟ اهو لمسه حلوه دي بقى. كل سنه يسلم عليك. يا جماعه انا كنت جايب لها فراخ مشويه وقعدت تزلني بره وقالت لي مش هتكلم مش هتكلم. مبسوطه؟ مش عايزه تقولي كده؟ هيسحب الفراخ المشويه منك. شفتي بقى؟ كل الفراخ المشويه حتى في مين اللي هياكل الفراخ المشويه في الاخر؟ ساره. عشان مع حته فرخه كده قد كده ما عجبتهاش هتزلني. بعت القضيه. بعت القضيه خلاص. يعني واكيد طبعا بعت القضيه. واكيد طبعا. اكيد ايه؟ سيبنا من الفراخ دي. سيبنا الفراخ. احنا في الموضوع التحرش. لا لا استني بقى. لا التحرش. انا عايز اقول لكل الناس اللي كانت رحيق بتقول في اول الحلقه، معرفش سمعتوا كده ولا لا، وهي بتقول طب معانا استاذه نيفين. الو 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 الو. احنا مش سامعين كويس. الو. احنا مش سامعينك. بس ممكن تبعد على التلفزيون شويه؟ طب يا جماعه احنا الصوت. طيب نكمل. سامعانا؟ سمعتي. اتفضلي اتفضلي انت معانا على الهواء. طيب هو الظاهر في مشكله في الشبكه. حاولي تاني. اللي انا عايز اقوله بقى رحيق في اول الحلقه لما قالت الحلقه اللي جايه هيبقى انا وهنا والبرنامج هيبقى اسمه هنا قررت مع رحيق، كل ده عشان حته فرخه الصبح اول ما جينا ما عجبتهاش فقلبت الدنيا عليا. بس عشان حته فرخه. وعشان حته رزايه كمان. وعشان ما عجبهاش الرز بقى. وانا اللي عامله بنتي كمان. وانا اللي عامله رزايه. هو انت فاكره انا اللي عامله يعني؟ مثلا مش انا اللي عامله والله، احنا مشترينه. خلاص خلاص خلاص. هادي هادي. ايه ده؟ ايه
ايه ده خلينا نتكلم. اتفضل. يلا هتسالي سؤال ولا نكمل؟ بصي يا رحيك، عايزه اقول لك حاجه. انت قلتي في امهات بتبقى نايمه وبتسيب ولادها يروحوا المدرسه ومش بيقوموا، صح؟ احنا بقى النهارده احنا عايزين نوعي الامهات اللي هم بيبقوا نايمين. نصيحه فعلا للامهات. نصيحه يعني ما تسيبيش. طيب معانا مكالمه، رحيك. قولي الو. الو 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 ام بتول. الو ايوه الو سامعين حضرتك؟ الو سامعينك سامعينك سامعينك. ابعدي عن التلفزيون شويه. مش تبعد. طيب هو مش عارف في ايه. مش عارف في ايه. هو النهارده الكلمات مالها كده. مش عارف. خليهم يجربوا. اللي يكلمنا يا جماعه والنبي يبعد عن التلفزيون او يقفل صوت التلفزيون عشان يسمعنا كويس. وخليه بس يعني يقف في حته شبكه. وحته فيها شبكه عشان الفنانه ما تزعلش. اتفضلي كملي. نكمل يا رحيق. انا دلوقتي كأم ايه اللي مطلوب مني؟ اكيد طبعا اللي مطلوب مني انك طبعا تقوم، يعني تقوم تصحي عيالك وتفطرهم وكده كده يعني المفروض يعني ما تسيبش انك لو انت مثلا بسالهم هم على فكره. خلصت السؤال هنا. كأم انت ام لسه ما اديش ام. خلينا في الام. اتفضلي عشان الحلقه يا رب تخلص. اتفضلي يا استاذه. المفروض احنا بنقول دلوقتي رساله لكل ام انها تهتم باولادها. اول حاجه تشبعهم، شبعهم حب. طالما الطفل تشبع حب من ماما هيلاقي حتى اي حد بره هيقول له اي كلمه حلوه او كلمه حب كده مش هيمشي وراه. ليه؟ لان هو شبعين. شوفي مثلا انت لسه بتقولي على الفريخ اهو، انت لو انت واكله بقى وشبعينه وجاء قدامك فريخ وشبعينه هتاكلي تاني؟ لا طبعا. لا طبعا صح؟ برضو كده اللي شبعان من الحب في البيت من ماما ومن بابا ومن مش اي حد بره. واخواتك برافو. واي حد بره هيقول له اي كلمه كده. انا عندي اختي ايوه بالذات بتعملي وحش. ده احنا كده هنخش في قصه ثانيه. دي حلقه ثانيه بقى يا استاذ بركان. قصه ثانيه وموضوع ثاني. اعمل لها حلقه ثانيه لوحدها دي. طيب حضرتك تنصحي الناس تقولي ايه عشان قربنا نرجع؟ انا بنصح كل ام ان هي تصادق بنتها، يعني تصادقها جدا جدا، دايما تحكي لها. الام تستدرك بنتها. لو في اطفال ما بتحبش تتكلم، ما بتحبش تحكي، الام عليها دور هنا ان هي لازم تقعد مع اولادها، لازم تحكي عملت ايه في المدرسه، خدت ايه، وريني. تديهم وقت للولاد. خدت ايه في المدرسه، عملت ايه، وريني كراسه العربي، وريني كراسه الحساب. انت شايفه روحك بتشاور لمامتها عشان ايه؟ تقول لها اسمعي عشان الكلام علشان عشان مامت روحك تهتم بالكلام وتهتم براحتك اولا واخيرا. فلازم تهتم بيها، هي اللي تخلق لغه الحوار بينها وبين بنتها. فلما الام تصادق بنتها قوي البنت مش هتلجا لاي حد بره، أي حاجة مش هتخاف من اي حاجه تقولها. تمام. اول واحده هتلجا ليها هي مامتها، هتحكي لها عن كل حاجه، والام طبعا بتتصرف بحكمه وتوجه بنتها للصح. سؤال لكم انتوا الاثنين هتجاوبوا عليه بسرعه جدا بكلمه او اتنين. وانا وانت يا رحيق. تمام. السؤال بس السؤال مهم جدا. هل الام ما عندهاش الوقت ان هي تقرب من ولادها، ولا ولادها اللي بقوا في عقليه تانية خالص؟ هو انا عايزه اقول لك هما الاثنين دلوقتي للاسف هما الاثنين في كل واحد فيهم. كل واحد في جاي. انا يعني بلاحظ حتى لما الاسره بتجتمع مع بعض كده وقاعدين في اي مناسبه كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وشغال عليه ومهمل اللي جنبه خالص مش بيتكلم. صح. فاحنا للاسف فقدنا لغه الحوار في الاسره. فده برضو ده دور الام، هي تحاول ان هي بقدر الامكان تعمل لغه حوار مع اولادها، تصاحبهم. البنت جت من المدرسه تسال عملتي ايه النهارده، ايه الواجب، قابلتي مين النهارده، صاحبتك فلانه عملت ايه. تحاول ان هي تستدرجها، تسمع منها. لما هي تسمع منها فعلا ده اهم حاجه، ان انا اسمع لابني. انا كان عندي بنتي صغيره. طيب. فكانت طيب. تيجي اقول بس الجزئيه. طيب. دي بس كانت تيجي بتحكي. انا ساعات ببقى مشغوله في المطبخ، هتقول لها معنى كام كأم طبعا مشغوله في البيت وهي عايزه تحكي لي عملت ايه النهارده.
بروح سايباها تتكلم حتى لو انا مش مركزه، بس محسسه ان انا ايه سامعيها، بديها فرصه ان انا بسمعك. طيب اتكلمي حضرتك، بس اختمي لنا بجمله صغنونه جدا عشان وقت الحلقه خلص وراحتك هتختم الحلقه. لغه العصر هي الموبايلات، فكانت في ام فعلا واعيه بتعامل ولادها كل واحد في وادي زي ما قالت مس وفاء، ما حدش مهتم بحد، فالام بقت تراسل الولاد عن طريق الموبايل، يعني هم في نفس الشقه وبقت تكلمهم عن طريق الموبايل. ام يا ابني اقفل التلفزيون. لا لا، يعني بتخلق لغه طيب. حوار بطريقه. استاذه مريم استاذه وفاء نورتونا وانا جدا، اتفضلي غني وارقصي عشان هنختم التلفزيون. طيب معلش خدوا كلمتها والنبي. يعني مثلا اللي عاوز عياله يذاكر مثلا عيل في كي جي 1 مامته اللي هو مش راضي يذاكر، مثلا مامته تشغل له الف ب على التلفزيون. على التلفزيون. شكرا ليكم، شكرا ليكم، نورتونا، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. هات هوا يا بتدوخ، والى اللقاء. باي باي. باي باي. لما علينا نخلي طرح قلبي فتح لسه ما شبابك عينينا.